وصل، شو تسوي الحين بالمجموعة هذه؟ أحط فيها الأغراض. يا سلام عليك، كيف تحط هذا؟ ممتاز. إيش هي؟ البيض بعد خويك طحين مع البيض. ركز 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 ركز، اسأل نفس السؤال اللي سألوه الشباب واللي جاوبهم اللي جاوب لهم هو. يو بقى راقد برتقال، ايش دخلك انت في البرتقال؟ تقول برتقال الجمهور ايش فيه؟ ركز قاعد من الشيطان، وحط لك ثلاثة قدور صح ولا لا؟ حلو، ايش قالك تسوي؟ حط الاغراض. ايش الاغراض؟ الربيان والبيض مع الطحين. ايوه فين تابعها؟ توزعها. اوزعها توزعها. تعال ابو عناد، في واحد هنا نايم، عمر الله يرحم والدك، اسمع ابو عناد لان هذا في واحد هنا دا ياخذ ايش وضعه؟ صايم و... اسالها اقول ايش هذه؟ قال البرتقال، جواب البرتقال. هاجر اجابتك صحيحه. صح ما شاء الله عليك. تعال 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 انت ايش يقول؟ صح. يقول اوزع الربيان هنا وهنا وهنا. صح، عشان تمزج الطعم. تمزج ايش؟ تارك الطريق. يقول هنا تحط الرز. حلو. هنا تقلي ايش اسمه؟ الربيان. وهنا تحط الخضار. ايوه بس فين الخضار؟ بصل. بصل وبصل والبازلاء الجزر، هذه كلها من الخضار. يعني المفروض اني قطعتها الحين، انت المفروض اني قاعد تقطعها. انا ابغى تبلع لساني قبل ما نبدا نحطها. هذا قاعد تسوي انت محمد ما ادري. امسك بالله، عندك حصان يا محمد؟ اي بالله. عندك حصان ابراهيم؟ الحمد لله مشكله الحمد لله. والله اي والله ابغى بملح الدقيق يا شباب يا اصدقائنا. انا عني انا عني انا لو اني مثل الناس سمح حبيبي مثل ابوك وامك. شكرا ابو مساعد، عندنا عندنا شكرا. كرفعت الرايه البيضاء. ها؟ كرفعت الرايه البيضاء الى نهايه البرنامج. لازم تطلع تبقى بتوزع لنا الرايه البيضاء. اي خلاص استسلام، لازم يستسلمون تطلع. يعني هي على الطبخ وكذا؟ ها لا ما هي على الطبخ وكذا، على التركيز. أنا مركز. أنت قد دخلت إبراهيم؟ لا بس إني ليش أسوي نفسي غبي؟ دخلت إبراهيم ولا لا؟ دخلت إبراهيم. وجاوبت على أسئلة؟ جاوبت على أسئلة كلها صح. أجل جتك الأسئلة؟ لا. شربت الأشياء؟ لا. رششني اللي يعني. إذا كذا أوكي. إيه بس بعلمك. ألبيه. سوي نفسك غبي علشان يعطيك المعلومات. ها يا أبو هلال إيش بعد؟ من الغبي الحين؟ حط فيها الأغراض. هو أعطاني قال هنا حط الرز، إيه وهنا حط المقلي وهنا حط الخضار. من اللي قال لك؟ أنت. أنا قاعد معلومات. الله يكفيك إن شاء الله. بينقض العدوى. بينقض المرض. حرام إني مشروبي الله يحفظك. لا إله إلا الله. الله يشرب. اللهم إني وكلت أمري إليك. أحفظك. أنا أشرب. خلاص لا تشرب. إيش سوى؟ سوى. شرب مشروبي هو مزكم وصوت خلنته يسمع على ذمك. وشرب مشروبي هو مزكم. قبل شيء قاعد يتكلم في وجهي. والله. شوف هذه لا يا واد والله قحت هذيك الوسخه. تروع سخونه، تروع. انا اعرف السخونه هذه حقت الموسم حقت الحين. اخطر انواع.